حضرتك حضرتك الحاكم ما جيش ما نطولش عليكم بدينا بالطرف بالطرف نشوفكم كذا مرة فيك كذا حتى جيت جيت واقعة من السماء ما عملها شح احنا من طبيعتنا زادة شوية نعملوها احنا وشوية فرنسا تهرد استعمل غلطة توحي بتاع حضر ما انها تتهرد جيت مسألة ساقيت سيد يوسف ساقيت سيد يوسف هذي بمعنى هكل الضباط الفرنساويين انت حصل معناه مواطق ذكروها بعد في في المحاكمة متاعهم اللي وقعت في المحكمة بمعنى يقولوا تو هذا تونس هذه ولا ممكن ننسخوا في القضاء على الثورة الجزائرية مدام تونس هذه انت حصل معناها باب مفتوح حصل للجزائريين وعلى انهم مستقلة ما نجموش نضربوها واحدة وهم يدخلوا الجزائريين يدخلوا وقت اللي نجموا عليهم يرجعوا لتونس نجو مش ناخد كيف جورتهم يجو تواس يقولوا هذيك بلادنا شو نعمل قالوا هذا يلزم تأديب عملية خلي يعرف بورقيبة قدره انت الحصل ويعرف فجاو نهار سوق انت الحصل معناه ما نطولش الحديث الحصل وقت وقايع كبيرة وسمعة تونس وتأثيرها وأصدقائها في العالم انت الحصل معناها وفي العالم الحر أصدقاء متاحة بالخصوص تحصل معناها وفي العالم الاشتراكي وفي العالم العربي وفي فك الوقت هذاك العالم العربي مازال مش فاهم باقي في وقت من الأوقات مش في عقل وأن هذه سقيط سيد يوسف من جملة الأمور متاع بورقيبة انت حصل ودعاون متاع داري فارغة انت حصل وتعنت حصل بحيث وقعت وقايع كانت النتيجة أن أعلننا بمعنى تجميد وتوقيف حركات الجيش الفرنساوي في تونس إلى أن يخرج من التراب التونسي شيء إيه. وفعلا وقعت الصدمات خرج حاول مرة الأولى ثانية ثالثة وقعت دماء بمعنى بالعسكر متاعنا بالمقاومين بالسيفيل بالميليتار بالسخط حتى ولات كل خرجة مجزرة وقف الطيار وقع مساعي حميدة من الأمريكان من الإنجليز كذا أربع خمس أشهر وإحنا في مفاوضات وأخذ ورد ما نطولش عليكم النتيجة بكونه الجمهورية الرابعة الفرنساوية نفسها سقطت ونتحقق لها مثل حصل وقعت سقط سيد يوسف وما آلت إليه كانت لها ضلع لا يستهان به في سقوطها وجاء جنرال دوغول وبمجرد ما وصل للحكم في جوان عام 58 تم الاتفاق بيننا وبين تونس ما بين تونس وبين فرنسا بجلاء كل القوات الفرنسية من كل التراب التونسي ما عدا بن زرت هذيك في الأخر رخيت فيها وخليتها لمرحلة أخرى باش نتخلصوا من الاحتلال اللي كان ما يتصوروش العقل كل التراب التونسي سواء الشمال ولا الجنوب ولا الوسط والقواعد متاع الساقس وقاعدة في قفصة فكانت مرحلة كبيرة طيب كنا بنزرت إن شاء الله خلاص عدد بنزرت وبعد اللي خرجوا من هوني ما مش يقدر في بنزرت مش مازال فبنزرت نلقى صعوب يمكن كانوا يتصوروا وأنا ولا فهموا وان اخراج بن زرت من ضمن الجلاء من مفعول الجلاء هذاك هو المقابل متاع الجلاء في بقيه التراب التونسي يمكن نقول لك هو اهم نقطه استراتيجيه هي بن زرت طيب هو كانهم فهموا انهم سلموا في البقيه باش يحافظوا على الأهم سلموا في المهم باش يحافظوا على الأهم احنا هذا مش بقدر احنا نعتبر الكل مهم والكل أهم زي بعض في المسألة هذه مش نلعب فبمجرد ما انتهت مفعول الاتفاقية وقع الجلاء لمدة 3 أشهر أظن بدينا هيا سيدي
مسألة بلدك كان تحبوا نعود نود نود. قالوا أبدا. شو هذا؟ شو قالوا أبدا؟ يعني الشيطان مش ممكن. طيب أعطوك أجل، ما فيش مانع إذا كان تحب أعطينا المبدأ. قالوا هو ببدأش هدايا ما يعرفوش الناس، وبيودي لو كان ثم بمعنى ناس مهتمين بالتاريخ عنا وثائق يعرفوا تفاصيل تفاصيل هالمعركة هذه بتاع الجلاء بتاع بن زرت. تبدأ من وقت اللي تم الجلاء عن بقية التراب التونسي، وبدينا نتحصل معناها في الأخذ والرد فيما يخص بن زرت. بمعنى نلقاو حائط باب مغلوق، تحبش يتفقوا انت حصل معناها كذا فلوس، انت حصل معناها كراء. قلت لا، احنا نحبوا تخرجوا من بنزرت، ما حسناش بالكلام. بعد اذا كان خرجتوا، اذا كان مصلحتنا تقضي نتفاهم، اما ما نتصوروا انفسنا مستقلين الا عند من ترابنا يكون في يدنا. ايه قلنا لهم القاعده هذه، القاعده نتاع بنزرت حبينا شنو هي القاعده؟ ترى بالله جسمها لنا هكا. احنا قلنا قاعده بمعنى هكا المطار وكذا. لا، عندنا وثيقه. قلنا لهم ورونا ايش تتصوروا هذه القاعده، قيمتها القاعده كيفاش ترى اتفاق، كيفاش الاتفاق تتصوروه؟ اعطينا هكا كيف لها مسوده، مسوده متاع اتفاق ننظر فيها. عطاونا المسوده متاع الاتفاق اللي مش نعملوه مثل حصل على انه نتفقوا فيه. اعوذ بالله، الولايه كلها متاع بنزرت والسماء متاعها والجزيره متاع درشلون، وحتى من الرادار اللي في الوقت القبلي والشنو مش يدخلوا. انا انا وثائق شو اللي عمل؟ قال لك هذاك هو، هذاك هو بنزرت. من هاي لي بلان دو الماء والولاية في كونستركسيون غوفرنات بيزار الجزر، ثم جزر كان ثم جزر هنا اي الاسباساريا والاراضي المياه المياه الترابيه وشو ها، وزاد الرادار نتاع الكربون نتاع سيدي بوسعيد وعبد السلام عبد السلام وقليبه والانصارين. هاي قالوا الا نعدوكم به اذا نتفقوا في هذا ها وتصحونا فيه، نعدوكم وعنا الحجم نتاع القوات، قوات الجيش، الجيش الترابي هذاك ما جيش الطيران والبحريه هذيك حرار فيها، الجيش الترابي اللي هو تقريبا يبدا ظاهر العيال هكا وفيه فيه مساس بالكرامه هكا وما حبوش تشوفوه كذا. يقول الجيش الترابي يقول بعد في العام الاول العون بعد اللي نصحوا في هذا نوصلوه للثلث، والثلث هذا ما يزيدش نوعدوكم وصلها إذا اتفقنا على 15,000 عسكري. جيد، 15,000 عسكري، هو الجيش بتاعنا صار عنده 30,000، معناها نصف الجيش بتاع تونس اللي قاعدين غادي في بنزرت. وهكذا ما نطولش عليكم، كذلك كيفاش تلزم الدخول للبرطل واجب تونس والحكومة التونسية تضمن لنا ندرا شنو والسير وكذا والرادار وتعاوننا في تلحصل في كذا، وإذا كان تأزمة الدنيا في تلحصل نجتمع. وفي نخر تم أورغان ميكست بمعنى دولاب مشترك فرنساوي تونسي، أو كما يشغلوا مع بعضنا في تلحصل وكبش، معنى مش ندخلوا للدفاع المشترك في تلحصل، معناه مش لهم خيار مشتركين في تلحصل وكبش، دخلناكم معنا فيما يخص بنزرة في تلحصل. قلنا له هذا ابدا هذا مش ممكن. قالوا لنا هدايا بموجب المكتوب، تبادل المكاتيب، المكتوب اللي وقع ما بيننا وبينكم عند الاتفاق على جلاء تراب تونسي نتاع الاتفاق نتاع 17 جوان 58. جاي قلت المكتوب فيه شيء هكا يضمن بقاكم في بنزرت؟ ابدا. اول مكتوب فيه
المكتوب هذا يبعثه السادق المقدم كان وزير خارجي السادق اللي توا يرأس المؤتمر. حبينا مثل حصل معناها نربطوا النص وضمينا وان خذينا ضمانات باللغه الفرنسويه مثل حصل في النص. يقول الحكومه الفرنسويه التي عازمه التي هي عازمه ان لا تبقي على التراب التونسي الا القوات التي تكون موجوده هناك باتفاق بموجب اتفاق بيننا وبين الحكومه التونسيه. احنا ظننا هالفقره هذه هذه ضمان ما نعطوش اتفاق لازم تمشوا على روح ما هو هذا يقول الحكومه الفرنسويه هذا هذه الفقره الغوفرمون فرونسي كي نونتون مانتينير سو التريتوار تونيزيان دوتر فورس ارمي que celles qui s'y trouveront en vertu d'accords négociés entre les deux États. Propose d'ouvrir des négociations avec la Tunisie dans les meilleurs délais. Ces négociations auront pour objet, du coup, le gouvernement français, تعرض على الحكومة التونسية, الحكومة الفرنسية التي مقر العزم على كذا كذا على أن لا تبقي في التراب التونسي إلا ما هو متفق عليه من زوج. أي حتى هكا في جملة هكا اعتراضية. يقول المفاوضات هذه يكون الغاية متاعهم الموضوع موضوع المفاوضات إقامة نظام وقتي مجعول لسير القاعدة استراتيجية متاع بنزرت ريثما الظروف تسمح بعقد اتفاق نهائي في هذا الموضوع. هذه الفقرة.